يواجه فريق مسار للكرة النسائية اليوم السبت فريق البنك التجاري الأثيوبي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية والمقامة في المغرب. طبعا اللقاء يكون مذاع على أون تايم وان عشان نستمتع كلنا باللقاء. ويدخل فريق مسار المباراة في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط في من فوز وتعادل خلف ايدو كوينز الغيني متصدر المجموعه بنفس الرصيد وفارق الاهداف، فيما احتل سان داونز جنوب افريقيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد فوزه على البنك التجاري الاثيوبي برباعيه نظيفه، فيما تذيل البنك التجاري الاثيوبي المجموعه بدون نقاط يودع البطوله رسميا. يحتاج فريق مسار الفوز لضمان التأهل لنصف النهائي بشكل رسمي بغض النظر عن نتيجة سان داونز وإيدو كوينز الغيني، فيما فقد البنك التجاري الأثيوبي فرصة الصعود بعد الخسارة في أول مباراتين طبعا. وكان فريق مسار طبعا الفريق المصري اللي موجود في البطولة للكرة النسائية استهل مشاركته الأولى تاريخيا في دوري أبطال أفريقيا بفوزه على فريق سان داونز حامل اللقب بهدف نظيف في الجولة الأولى، ثم تعادل سلبيا مع إيدو كوينز الغيني في الجولة الثانية. ويلعب فريق مسار ضمن المجموعة الثانية التي تضم كل من سان داونز إيدو كوينز الغيني والبنك التجاري الأثيوبي، ويتأهل أول وثاني من كل مجموعة للدور قبل النهائي في النسخة الرابعة للبطولة. كل التوفيق لفريق مسار في اللقاء بإذن الله.